بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مرة ثانية يا الأعزاء عبر الرياضية السعودية، وهذا اللقاء الذي يجمع في شوطه الثاني الآن مع بدايته لقاء الرائد والهلال ضمن دوري زين السعودي المحترفين. بداية شوط المباراة الثاني، الشوط الأول كما تتابعون هنا انتهى بتقدم الهلال بهدف مقابل لا شيء، بينما الشوط الثاني يبدأ والهلال أجرى تغييراته الثلاث. هناك تغييران أجريا خلال مجريات شوط المباراة الأول، وكان التغيير بالخروج ياسر الشهراني متأثرا بالإصابة ودخول سلطان البيشي. حتى الآن في الدقيقة السابعة من زمن شوط المباراة الأول كان من أصيب أولا أيضا في المباراة يخرج للإصابة ويدخل بدلا منه هذا اللاعب صاحب الرقم 7 يوب يونغ سو. حاول التسديد هنا ويستر بيز ولكن يخلصها أيضا محمد خوجري. إذن الرائد تشكيلته كما هي بوجود محمد خوجري في حراسة المرمى، عبد السلام الشريف، عبد السلام عامر، فواز فلاتة، بندر القرني. في خط المنتصف عصام الراقي، عبد العزيز جبريل، ماجد هزازي وفيصل درويش. أمامهم أيضا وهناك في الهجوم ريان بلال، بينما للهلال الويستي لوبيز في الهجوم مع يوب يونغ سو، خلفهم سالم الدوسري، جوستاف بوليفار، سلمان الفرج، نواف العابد. في خط الدفاع محمد مسعد، عبد الله الزوري، أوزايا مسال، سلطان البيشي، وقبلهم حارس المرمى عبد الله صديري. الكرة أمام يوب يونغ سو تماما أمام المرمى في فرصة مواتية مع الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الثاني، ولكن كرة يوب يونغ سو إلى خارج أرض الملعب. كانت تمريرة ممتازة في الناحية اليمنى لصالح الهلال. هنا زلاتكو داليتش، هذه محاولة سالم الدوسري. يوب يونغ سلمان الفرج، تمريرة ويستي لوبيز وسلمان الفرج، يوب يونغ سو ودخول في الوقت المناسب، دخول في الوقت المناسب من دفاع الرائد. تابع التمريرة الثلاثية الممتازة وفي الوقت المناسب بندر مهاجم، خروج رأس حربة ودخول رأس حربة في تشكيلة الرائد. شوشة يحاول، مقطوع الكرة، محمد مسعد، ملعوب الكرة إلى سلمان الفرج. سلمان، جميلة التمريرة، جميلة التمريرة، عرضية من سالم، ونواف العابدي يلعب كرة إلى خارج أرض الملعب. لكن جوستافو بوليفار، مسعد، نواف العابد إلى مسعد، يحاول يتقدم، يمر بشكل جميل، يحاول محمد مسعد بالتمريرة من الناحية اليسرى إلى سالم الدوسري، سالم يتقدم من الناحية اليسرى. طبعا تبديل مراكز بين سالم الدوسري بين نواف العابد، هنا محمد مسعد يتقدم ويسدد ارضية، كرة بجانب القائم، بجانب القائم الايمن لمرمى الرائد ولمرمى الحارس محمد شريفي، حارس النصر سابقا كما كان محمد خوجري، ولكن شريفي يلعب الان في الفتح متصدر دوري زين السعودي للمحترفين، وخوجري هنا يلعب لصالح الرائد. يوب يونغ سو من بعيد يخلصها خوجري، تعود مره اخرى ملعوبه، يحاول معها من الناحيه اليمنى سلطان سلطان البيشي، بتخلص وتعود لصالح الهلال. يوب يونغ سو، تمريره سلمان الفرج، كعب جميل الى سالم الدوسري الى نواف العابد، بالاستلام داخل منطقه الجزاء يخلصها عبد السلام شريف الى خارج ارض الملعب والى ركله مرمى، لكن اداء مرتفع للقرني واداء. جوستافو بوليفار، سلمان الفرج، سالم الدوسري الى سلمان الفرج، يا سلام يا سلام، تمريره ممتازه، سالم سالم يسدد، اوه كره الى خارج ارض الملعب، الى خارج ارض الملعب، وصح سالم الدوسري يقول لسلمان صح عليك، وانا اقول للاثنين صح عليكم، لانه اناقه رشاقه جمال، لكن الكرة بجانب القائم الأيسر. الأناقة والرشاقة فين؟ في استلام سلمان الفرج للكرة أولا، ثم تسليمها لسالم ثانيا، عودة من سالم لسلمان اللي سلمها باليمنى لسالم اللي عاشها إلى فيصل درويش، لكنها مقطوعة أيضا من سلطان البيشي، تعود شوشة يخلصها عبد الله السيري، والكرة تعود في الناحية اليمنى إلى أوزايا اللي يلعبها أمامية لصالح الهلال، مرتدة يوب يونغ سو، ولكن تدخل دفاعي من فواز فلاتة، الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية لصالح الرائد، لكن تسديدة الشوشة كانت قوية جدا، عبد الله السديري صدها وأبعدها إلى الناحية اليمنى للدفاع الهلالي. هذه عادة شوفوا من قوتها، صدها واحدة بس وزاي أبعدها
بعد ذلك إلى أمام الشعلة فهو يذهب بعيدا عن الفتح. كرة من محمد مسعد خلفية لصالح الهلال. مسعد التمريرة إلى سالم الدوسري إلى أيوب يوكسو. سالم يتقدم سالم الدوسري يمر سالم عرضية ويسلي لوبيز هدف ثاني في الدقيقة 29 هدف للهلال في الدقيقة 29 ويسلي لوبيز أخيرا يعود للتسجيل. ويسلي لوبيز بعد أكثر من 10 لقاءات أخيرا يعود للتسجيل في حضرة أيضا قائد الهلال مع متابعة من قائد الهلال الذي خرج من هذه المباراة. ولكن هذه كرة يوب يوكسو إلى سالم الدوسري اللي عدى بشكل جميل ومرر إلى ويسلي لوبيز اللي يسجل هدفه السادس عشر في دوري زين السعودي للمحترفين. ويسلي لوبيز يعلن نفسه مرة أخرى هدافا لدوري زين السعودي للمحترفين مع الأسبوع 21 ويعلن نفسه أيضا مسجلا في مرمى جميع أندية دوري زين. عبد العزيز جبريل لاعب من الأصحاب التسديدات سجل ثلاثة أهداف في المسابقة رأسية من ولي جيزاني لكن سهلة في يد حارس المرمى عبد الله الدوسري. عرضية كانت من الركنية لصالح احمد الخير. فيصل درويش يطلب الكره. فيصل يحاول من بعيد لكن هنا ياتي بالتسديده والكره من برا. هدف جميل هدف جميل لصالح الرائد. هدف من فيصل درويش في الدقيقه 41 في الدقيقه 41 هدف من فيصل درويش. فيصل موه في المره الاولى وسدد في المره الثانيه تسديده رائعه وجميله وهدف للرائد على يسار حارس المرمى عبد الله السديري. تصبح النتيجة هدفان للهلال مقابل هدف الرائد. هذه عادة مرة أخرى. فيصل درويش طلب الكرة في المرة الأولى مر من جوستافو بوليفار أخذ الزاوية بشكل أكبر. ممتازة ممتازة تسديدة فيصل درويش والكرة موجهة عن نقطة التعادل. كرة في الأمام ملعوبة أحمد الخير. الكرة تصطدم في سلمان الفرج وتخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة ركنية ثانية لصالح الرائد في زمن شوط المباراة الثاني. خطيرة كانت الكرة خطيرة كانت اللقطة وفرصة كانت لصالح الرائد في الوقت بدل الضائع. ملعوبة الركنية عالية داخل منطقة الجزاء محاولة رأسية بتمر تخرج إلى ركلة ركنية أيضا ركلة ركنية أيضا ركلة ركنية ثالثة لصالح الرائد. الوقت بدل الضائع في دقيقته الثالثة مع تقدم أيضا لمحمد خوجه. أحمد الخير مع التنفيذ فرصة أخيرة فرصة أخيرة كرة عالية تتخلص من عبد الله السديري تعود لصالح الرائد أيضا. ملعوبة الكرة عرضية أيضا داخل منطقة الجزاء محاولة للإعداد في وجود أيضا صافرة وخطأ ومعها أيها الأعزاء يطلق حكم اللقاء صافرته معلن نهاية شوط المباراة الثاني والمباراة بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد. سجل الهلال ياسر قحطاني في الدقيقة السابعة من زمن شوط المباراة الأول بينما سجل الهدف الثاني للهلال ويسلي لوبيز في الدقيقة 29 وسجل الرائد فيصل